أحداث جديدة حصلت في قصة إلهام الفضالة مع هيا شعيبي وطليقة شهاب جوهر زينب الموسوي، حيث ردت إلهام الفضالة على الفيديو الذي نشرته زينب الموسوي مع هيا شعيبي في الطائرة. ونشرت إلهام مقطع فيديو برفقة زوجها الممثل شهاب جوهر وأبطال مسلسلها الجديد أمينة حاف، ظهروا فيه وهم يغنون أغنية عرفاكي بتكرهيني. هذا الأمر اعتبره الجمهور بمثابة رد على كل من هيا الشعيبي وزينب الموسوي اللتان حاولتا استفزازها بظهورهما الأخير سوياً. وكانت الممثلة الكويتية هيا الشعيبي قد صدمت الجمهور في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي التفاصيل انتشر مقطع فيديو لهيا الشعيبي وزينب الموسوي طليقة شهاب جوهر من داخل الطائرة خلال توجههما من الكويت إلى قطر، حيث تستعد هيا لعرض مسرحيتها الأخيرة مع الممثل السعودي ناصر القصبي ونخبة من الفنانين. وخلال اللقاء سألت الشعيبي زينب إن كانت توجه إلى قطر لحضور مسرحيتها لترد الأخيرة إن شاء الله أحضرها، فما كان من هيا إلا أن أجابتها أهلا وسهلا أنت تشرفين. وقد أثار هذا المقطع المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي جدلا كبيرا بين الرواد الذين تداولوه بشكل واسع فيما بينهم، معتبرين أن لقاء هيا بزينب في الطائرة ليس محض صدفة فقط، كما أن الفيديو الذي صورتاه ليس فقط للتعبير عن محبتهما لبعضهما البعض، إذ أشار المتابعون إلى أن هيا وزينب تحضران خطة من أجل التخريب بين إلهام الفضالة وزوجها شهاب جوهر، مؤكدين أن الفيديو هو لاستفزازها فقط. وأعاد المتابعون السبب وراء الخطة التي اتفقتا عليها أن إلهام أخذت شهاب من عائلته بحسب ما تعتقدان، كما أنها رفعت دعوى قضائية مؤخرا ضد هيا، معتبرين أن هيا تسعى للانتقام منها أيضا. ويبدو أن الخطة التي تقومان بها بدأت تنجح، إذ أن المعلومات تقول أن هناك العديد من المشاكل بين شهاب وإلهام وهي تتوالى الواحدة تلو الأخرى. إذ انتشرت مؤخرا معلومات عن أن إلهام منعت شهاب جوهر من حضور الاحتفال بعيد ميلاد ابنته منذ يومين. أما عن السبب الحقيقي وراء منع إلهام لشهاب من حضور الاحتفال، هو أن شهاب اعترف لها بمحاولته العودة إلى طليقته، لكنها رفضت الموضوع رفضا قاطعا، مهددة إياه بالطلاق إن تم هذا الأمر. وفي وقت سابق انتشرت أيضا معلومات عن ضبط إلهام لشهاب وهو يغازل إحدى بطلات مسلسلهما الجديد أمينة حاف، إذ أنها وخلال تصوير أحد مقاطع الفيديو في كواليس المسلسل اكتشفت أن شهاب يقوم بمغازلة الفنانة شوق الهادي. وبالرغم من أنها ظهرت وهي تضحك في الفيديو، إلا أن المتابعون أشاروا إلى أنه حصلت مشكلة كبيرة بينهما، واتهمته إلهام بخيانتها وعدم الوفاء لها.